بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته، ورضوان والعدوان إلا على الصهاينة المعتدين الأشرار. يقول ربي في سورة البقرة آية 46، يعني واصفا لنا سبحانه وتعالى مولانا: الذين يظنون انهم ملاقوا، اي متيقنين ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون. نعم، الرجوع، والرجوع احمد، والرجوع رائع، والرجوع لذيذ تشتاق اليه انفسنا، لاننا بالرجوع سيكرمنا ربي برؤيته، يعطينا مقدرة على الرؤية بما أراد هو أن نراه كفاح، وبالعود بالرجوع إليه كذلك نسمع قراءته لكلام العزيز، ونحن نتمتع بذلك الصوت الرحماني والكلام الرباني. هكذا رجوعنا، لا رجوع لأن فما حور عين وجنات وفردوس عظيم، لا لا، قبل كل شيء رجوعنا إلى الله، إليه راجعون. هذا همنا الأكبر، أن نكون ممن قال ربهم ادعوني استجب لكم، وقال قيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. استجبنا فنجحنا، فمن الله علينا برجوع مبارك مفيد أبد الآباد بفضل رب العباد، والسلام على من اتقى.